تأخر الوقت أمي، بنقعد نتعشى نحنا؟ نادي لأخواتك كمان بيكونوا جاعوا، كلوا أنتوا. مجد، إيلين، عثمان، يلا الأكل جاهز. هذا جوزك ما أجا، أنا رايحة معناها. ستي، أنتي رايحة؟ إيه. قعدي تعشي معنا. لا لا، أنتوا كلوا، تأخر الوقت. كمال والنريمان بيكونوا قلقوا علي هلا. يلا. لك يلا عدي نريمان، إلك عندي أخبار بتطير العقل. شو هي؟ اليوم وأنا بالمكتب إجانا تليفون غريب. من الشركة. ايه؟ في حدا اتصل بعلي على التليفون، خارجي، وهنن اتصلوا فيني وحكولي إلي منشان خبره. مين اللي اتصل؟ واحدة ست. ست؟ ايه، مرأة وغريبة كمان. أجنبية يعني؟ ايه، هولندية هي، من أمستردام. لك مين هي الست يا الله؟ كارولين. شو؟ اسمها كارولين. علي من وقت ما رجع من السفر ما كان طبيعي، عقله ملخبط كتير، كان مبين في مشكلة، وأنا منشان خبره إنه هي المرة اتصلت رحت لعنده على الباخرة، ولما سمع الخبر ركض ركيد لو بتشوفي. شو عم يعمل علي بالباخرة؟ والله شو بيعرفني يا أمي، فهمنا إنه الباخرة فيها عطل، بس علي ماله ميكانيكي، قبطان. والليلة قال رح يبات بالباخرة، بس ما بعرف ليش. هلا مبين انه في عطل، بس العطل الاساسي ما انه بالباخره، بعلي. وانت بتعرفي شي صفاء خانو؟ في وحده غير كنتي، لك شو بيعرفني انا يا؟ استغفر الله العظيم. ليش امتي عن اكلك امي؟ لسه في التحلاية، تعالي. Ağlarım ben على حالك، الحرامية كتار والنشارين على أكتر، عندهم ألف طريقة. عم نسمع سمعات كل يوم بالجرايد. اصحك يصير لك شي صفاء خانم. وقفي، أنا كمان جاية معي. لك لا تضحكيني يا نريمان، يا أنت اللي رح تحميني من الحرامية والنشالين؟ لك أنا اسمي صفاء خانم، في هون تبع التاكسي، بس اطلع بالتاكسي معه صرت بالبنك، بقبضه للمعاش بحطه بجيبتي وهوب بصير عندك. يلا لا تاكلي همي أنت، يلا بخاطرك، مع السلامة. شفت لي هاد الأزعة؟ أنا مثل الإمبراطورية العثمانية، قال ما بخسر. لو عملوا معي أنا كمان لقاء صحفي طبعا رح أولى. يا شوفير. تفضلي خالتي صفاء، على البنك؟ إيه، طالعين رحلة معاش لثلاث شهور. يلا ادعي لنا. راجعين على البيت ما هيك خالتي؟ بالاول رح نمرق على كراكوي. شو رح نعمل بكراكوي خالتي صفاء؟ طلع فيني كريم الشوفير، شو دخلك انت؟ شو عمل وامتى؟ روح عطية. ماشي ماشي، لا تعصبي، انت بتأمري. كريم، انت ضل منتظرني هون، ماشي؟ مو مشكلة، ضل منتظري، بس انتبهي، لا تروحي تعليني مع هدول. ليكن ناقص، إذا بتحكي كلمة زيادة، أنا اللي بدي أجي دب بخوانيقك، رح تنتظر هون بالضبط. تفضلي، شو بدك خالتي؟ بدي أشوف القبطان علي يا ابني. مين؟ عندك ضيوف قبطان علي. مين الضيوف؟ علي،
افتح الباب لشوف بسرعه. امي خالي حابه تشوفك. ماشي شكرا لك. امي شو عم تعملي هون انت؟ لا تخليني عصب وجن على راسك انت كمان. تفضلي ارتاحي ارتاحي. اللي جوز حكي معك. يا ابني جاوبني، بعد كل هالعمر وبعد اربع اولاد طالع لي مع هديك ما بتفكر؟ مو خجلان من حالك؟ روح يا امي. اسمعوا على هالحكي الامي، انت اللي اسمعني منيح. اذا ما بتترك هي الفاجره الاجنبيه ما بسامحك بعمري لو شو ما صار. هذا الحكي جميل حكته مو هيك؟ حاجة يا لا تكسب خطيت المسكينة، ما قالت لي شي. انت بالاساس لازم تخاف تصير علكة بتم كمال ونريمان. كمال لك كمال ليك قبل ما تكبر الشغلة وتصغر وقبل ما تنسمع القصة حلة، فهمت؟ الله يرضى عليك. الليلة بتروح عبيتك؟ الليلة ما فيني امي، عندي شغل بالباخرة. ايه ماشي، بكرة وين المشكلة؟ بكرة بتروح عبيتك بتجهز سفرتك من مجاميعه وبتقعد مع اولادك ومرتك وكيد العيدة. خلي الكل يشوف انه علي على راس عيلته، فهمتني؟ وانا رح جيب كمال والنريمان لعندكم ماشي. ومره تانية لا بقى تتصل بهديك الفاجر الاوروبيه. امي اسمع، انساها ومحيه من عقلك. عم تفهم؟ هي عم بحكي معك. ليك عم بقول لك ما بسامحك بتربايتي فيه. ماشي امي. ها ماشي إيه هيك ها ماشي. ايوه هيك مثل ما بدك. تسلم لي. كله بالكلمه، الله وكيلك، خاف مني وما عاد عرف شو بده يقول. بس زعلانة، هذا ابني قد ما كان بس هو كمان لا يغلط بحقكم، مو هيك؟ مثل ما قلت لك بكرة رح يجي. انت بكرة جاهزي له سفرة كتير حلوة، كيف ما كان الأولاد كمان ما عنده مدرسة، تعرفي الأحد عطلة. علي بكرة بيقعد بيناتهم وانت عدي جنبه وقعدوا الأولاد بيناتكم هيك. ها؟ ها؟ وانا بجيب كمال ونريمان ورح نجي. اصلا هنن عاملين شغلتهم هلا. طيب ليش لا يعرفوا هنن؟ الاوروبيه الفاجره كرمال تلاقيه لعلي، حكت على تليفون الشركه واللي بالشركه خبروا لك كمال كرمال يخبره، بس ما بيعرفوا اكثر من هيك. وحده اجنبيه اتصلت بعلي وبس. خلي قلبك مرتاح انت. ليك البواب اللي فتحها علي ابنك. لا تقلقي انت، هاي الشغله رح ننهيها على خير انا وانت اذا الله راد. ايه امي دينك هاد برقبتي ما رح انساه. وقفي كنتي وقفي، انا دمعتي سهله بكر لحالها. والله عثمان وينه؟ مو مبين له ساعه. جهز هدية لأخته نيفين، إله من الصبح عم يرسمها، حتى مني مخبية منشان ما أشوفها. ليكو الفصعون، يلا أنا ماشية بنتي، ماشي شوفك بكرة بالليل.